والحقيقه بس عشان خالد المخرج ما يزعلش وقال لي تقول بس للناس في الورده دي، فالورده دي هي هديه. يعني اشكر فضيله مولانا دكتور علي جمعه عليها كل اسبوع والتاني، بس هو مش كل اسبوع، كل اسبوع والتاني مولانا بيهديني بورده جميله زي دي، فشكرا لحضرتك. شكرا لك. وهو اصله الورد الحقيقه جميل. صحيح. وان الله جميل يحب الجمال. يا رب يبارك في حضرتك مولانا. طيب اشكر حضرتك على ما تقدم في الجزء الاول، وعرفنا يعني ايه الوضوء والفلسفه والغيه والهدف من الوضوء. بعد كده عرفنا الماء واحكامه وايه منه اللي يصلح وايه لا يصلح، فاحنا كلنا اذان صاغي. الوضوء ربنا امرنا ان احنا نستعمل الماء فيه. والعباده بتقتضي الطاعه، بمعنى انه مثلا ما يجيش واحد ويقول والله انا عايز يعني من حبي في الله ان انا اتوضى باللبن لان اللبن اغلى من الميه مثلا، يعني ما ينفعش. ربنا قال الميه يبقى لازم الميه، فما ينفعش النوع ده من انواع التفكير. والحكايه مش بالغلو وبالرخص، الحكايه بالطاعه. ربنا سبحانه وتعالى قال لي توضأ يبقى توضأ، لذلك انا بتوضأ كما امرني الله سبحانه وتعالى ونص عليها تفصيلا في القرآن. اذا اردتم انكم تقوموا للصلاه فاغسلوا وجوهكم. وبعدين ايه بقى الحكايه هو ان انا لما بقوم من النوم بيبقى في حاجه اسمها الحدث، والحدث ده بيبقى في تلك الاعضاء. يعني تخيل كده معايا ان واحد قايم من النوم فيبقى في حاجه كانها زي الكريمه كده، زي الدهان، كل وشه وايديه الى المرفقين وبعض راسه كده ورجليه الى الكعبين، ادهنه مخضر مثلا لون اخضر. فاول ما يقوم ومنت شايف ان هو عليه الاخضر ده، فلازم يروح يطص وشه بشويه ميه علشان الاخضر ده ينزل. تمام. فبيروح وبينوي، نويته في قلبه، النيه محلها القلب، ان انا ارفع الحدث ده. ارفع الحدث يعني ازيله، يعني امسحه. يخبط وشه بميه فبينزل الاخضر، وبعدين ايديه يغسلها لغايه المرفقين ينزل الاخضر ده، وبعدين يمسح راسه ويغسل رجليه فيبقى ينزل هذا الاخضر. يبقى المياه اللي نازله كانها مياه ودايب فيها اللون اللي انا شفته. صح. ده اللي احنا افترضناه ان هو اي من نوم بيه. ده الحدث. لما انا شفته بعد كده لقيته ما هوش اخضر، يبقى مهيئ للصلاه. طبعا احنا ما بنشوفش، ولذلك قالوا الحدث ده امر اعتباري، امر مقدر في الذهن، امر كانه يعني، لكن مش ان هو حاجه حسيه ملموسه، يعني انها ملموسه مرئيه يعني. مفهوم لا. لكن في النهايه هو امر اعتباري. هذا الامر الاعتباري عايز ازيله، فبزيله بالطريقه دي. يبقى اذن اركان الوضوء غسل النيه، النية عند غسل الوجه. نمرة اتنين غسل الوجه، النية محلها القلب وغسل الوجه معاهم مع بعض. وبعدين غسل اليدين إلى المرفقين، وبعدين مسح بعض الرأس. أنهي بعض بقى؟ قال لك أي حاجة. قال الله، يعني لو مسحت شعر كفاية قال يكفي. طب كده حضرتك ما قلتلناش المضمضة والاستنشاق، لانها ما هياش اركان، دي سنن انا ما عملتهاش. والوضوء صحيح علشان السنن بقى في البسمله، بسم الله، وبعدين في المضمضه والاستنشاق، مظبوط، وبعدين
في ان انا لما اجي امسح الراس امسحها كلها اقبل وادبر، يعني اودي وشي ورا والقدام، لكن ده انا في الاركان عملت ايدي كده بس، كان مجرد بس على المقدم بتاع على المقدمه كده ولا في اي حته في الراس يبقى تم المقصود. برؤوسكم، البيه هنا للتبعيض يعني بعض رؤوسكم. فاذا في عندي اركان، ايه الاركان؟ النيه، غسل الوجه، غسل اليدين الى المرفقين، مسح بعض الراس ولو شعره، غسل الرجلين الى الكعبين. الكعب اللي هو الكعب ولا الكعب اللي هو الكعب اللي هو العظم الناتئ اللي احنا في العاميه بنسميها بز الرجل، اللي هي العظمتين اللي بارزين فوق البارزتين فوق دول، هم دول الكعبين، مش الكعب اللي هو اللي تحت. لا ده في العاميه ده كده، ده اسمه العقب اللي هو ويل للاعقاب من النار، اللي هو اللي انا بدوس عليه، بدوس ده عليه اللي هو بسميه انا عندي كعب، لكن هو في اللغه اسمه عقب. العقب والجمع اعقاب، مظبوط. انما العظمتين البارزتين دول هم دول الكعبين.